نحن الآن في موقع تاريخي في مدينة الرس بالقصيم. شهد هذا المكان الذي أقف فيه موقف بطولي لأهالي الرس قبل أكثر من 200 عام، فهذا المكان سطر تضحيات وبطولات لأهالي الرس الشجعان أمام جيوش إبراهيم باشا ابن والي مصر محمد علي باشا، وذلك بإعاز من الدولة العثمانية. ففي 25 من شهر شعبان عام 1232 هجري حاصرت جيوش إبراهيم باشا مدينة الرس، واستمر الحصار حتى 12 من شهر ذي الحجة من السنة ذاتها، أي استمر الحصار 3 أشهر و17 يوم. قال ابن بشر المؤرخ عن أهالي الرس في صبرهم على هذا الحصار: وقاتلوا قتال من حمل الأهل والعيال، وصبروا صبرا ليس له مثال، وكل من هدم جزء من أسوار الرس في النهار يقوم المحاصرون بترميمه بالليل. نحن الآن نقف بالضبط أمام نفق إبراهيم باشا الذي بناه أثناء حصاره للرس. داخل هذا المربع البناء الصغير نفق داخل الأرض، لعل الحفرة تكون واضحة. ما نقدر ندخل لأن المكان مشبك من قبل هيئة السياحة والأثار. المهم في هذا المكان، تحت هذا المكان يقع نفق إبراهيم باشا الذي بناه. وقد ذكر المؤرخون أنه في ليلة واحدة من الحصار في إحدى الليالي رمى جيش إبراهيم باشا سور الرس 5000 ضربة من المدافع، ولكن أهالي الرس قاوموا جيوش الغازي المعتدي بكل بسالة واستماتة، وما ينهدم من السور بالنهار كانوا يبنونه بالليل، مما جعل إبراهيم باشا قائد الجيش يقول قولته الشهيرة: يا رس يا عاصي أقضيت ملحي ورصاصي. لجأ إبراهيم باشا إلى حيلة أخيرة حفر خلالها نفقين، أحدها جنوبي المدينة والثاني من الناحية الشرقية، وبدأ جنوده يملؤون النفق بالبارود والملح، وذلك لينسب سور الرس العظيم الذي كان الأهالي يتحصنون بداخله وينسف المدينة بأكملها. ولكن قدر الله سبحانه أن يبطل هذه الخطة، وذلك حين سمعت امرأة يقال أنها زوجة الشيخ قرناس بن عبد الرحمن العجمي الذي تولى قيادة جيش الرس بدلا من منصور العساف الذي كان أميرا للرس، ولكنه أصيب فتولى قيادة المقاومة الشيخ قرناس وكان بطلا شجاعا. لجأ قرناس ورجاله لحيلة غاية في الدهاء، وذلك حينما أتى بعسيب نخل يابس ودهنه بزيت ليستمر الاشتعال فيه، وربطه بذيل قطة وأشعلوا فيه فتيلة، ووجهوا القطة إلى حفرة حفروها إلى أن اتصل بنفق الغزاة، فدخلته القطة هاربة من نار الفتيل، وثار الخندق بما فيه من البارود والأسلحة بجنود الباشا، فكانت الضربة القاضية لجيش إبراهيم باشا ليوقع بعدها على الصلح بشروط أهل الرس. كان من نتائج هذا الحصار أن قتل من جيش إبراهيم باشا 600 جندي في أقل تقدير، وبعض المؤرخين يوصل قتلاهم إلى 2500 جندي وقيل غير ذلك. أما أهل الرس المحاصرون فقتل منهم 70 فقط. وهذه لوحات وضعتها هيئة السياحة والأثار تشير إلى توثيق هذا النفق، نفق إبراهيم باشا. مكتوب: يعد نفق إبراهيم باشا من أهم الشواهد الباقية من قصة الصمود لأهالي الرس، وقد اختلف المؤرخون في استخداماته وحجمه بحسب ما ورد في القصص المتواترة عن طريق الأهالي وبعض المهتمين أنه كان إحدى الخطط التي لجأ إليها إبراهيم باشا لدخول الرس بعد أن طال حصاره لها، ولكنه لم ينجح في خطته كما تقدم في الكلام معنا. وهذا أيضا مكتوب هنا منطقة آثار الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، فهذا يشهد على أهالي الرس بالبطولات والتضحيات.